أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد
الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم and Eid Mubarak to everyone. We are very grateful to Allah that He has allowed us to give the message out as best as we could about the change of venue. But now that we're here, we want to try to be out by 9 o'clock to accommodate other activities that our sponsors have in place. So as people are coming into the facility out front, we're asking that you hurry your way into the Grand Auditorium here so that we can get
situated and started as soon as possible. We thank Allah for this opportunity for the Eid al-Adha today, and we beg that Allah will bless us all with a blessed Eid. Our prayer will be Brother Ahmed, and after the prayer, after we complete the prayer, the people will want to be reminded that the activity is not over until the Imam has completed his khutbah. Once the Qatir completes his khutbah, then the prayer is completed. So we're asking everyone after the Tubakah to please be very quiet and attentive to listen to the Qatir so that we can get the complete 4 rakah, inshallah. So again, as people are coming in, please hold into the auditorium so that we can get the program started as soon as possible. In the back. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid al-Mubarak to everybody. I just want to apologize ahead of time for the confusion that we had regarding the location. At this moment, we're trying to get everybody in. We might delay about until 8:30. We have no option. Brother, Allahu Akbar. Allah.
In a few minutes, we will be starting the Eid Salah. I would like to go briefly over the method of Eid Salah, inshallah. So please bear with me. First of all, when we're talking about the Eid Salah, it's 2 rakat and with 12 total takbirah. So you can call it a wajib or farz kafaya, whichever you want. You have to make the niyyah. Inshallah, what we will do in the first rakat and in the second rakat, inshallah, there will be 5 takbirah. So when the Imam starts, he will go through Takbir al-Tahreema, he will recite the Sana, and we will do it, we'll go and follow the Imam. Inshallah, after that, Imam will go through 3 extra Takbirah. And when Imam does that, inshallah, every time, we will bring the hands down. On the 4th Takbir, we'll tie our hands, and inshallah, Imam will recite Surah Fatiha and a Surah, and he will continue and complete the whole rakat. In the second rakat, inshallah, Imam will continue as normal so that he will finish with Surah Fatiha and the Surah. Before he goes into the ruku, he will again make 3 extra takbirah. So again, in the second takbir, in the second rakat, 3 extra takbirah, you will leave the hands down. And on the 4th takbir, inshallah, we'll go into the ruku and inshallah we'll complete the second rakat. Now, it is compulsory that once Imam finishes his prayer, we will have to listen to him carefully and we will go through the whole khutbah. It is a mandatory to listen to the whole khutbah carefully. Without that, the salat is not complete. I would also request you, inshallah, once everything is complete and the khutbah is complete, please, we go out in an orderly manner. We make sure that we dispose of the garbage bags and show us the community that we are a very organized community, inshallah. So inshallah, I request you in a few minutes, we'll all stand up, we'll line of ourselves, inshallah, and 8:30, we will be preparing for the salah. Jazakumullah khair. We have 4 minutes remaining, so inshallah, let's wait for another 4 minutes. We'll continue with the takbirat, and we'll continue with that, inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa lillahi alhamd. Allah, 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 All
Sisters, we request you, inshallah, to let's start. Please stand up and stay shoulder to shoulder on a straight line. الحمد لله رب العالمين يا رب كفاني فقرا أن أكون لك عبدا وكفاني عزا أن تكونني ربا ومما زادني شرفا وديها وكبت لأقصي أتقوميا دخولي تحت فضلك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشمس والبدر من أنوار فضلته والبر والبحر زيد من عطاياه الخير صبحه والوحش مجده والموت كفاه والحوض ناجاه والنخل يحمي وحمه والنهر والنخل تحت السطور سلم الدسر والنهر يحتف حمدا في خلاياه ولكن الناس أكثرهم لا يعلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقوتنا وأسوتنا وأستاذنا ومعلمنا وشيخنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا Whatever is in the heaven and whatever is on the earth is exalting Allah subhanahu wa ta'ala. To Him belongs dominion and to Him belongs all praise. And He is over all things competent. Allah is the greatest. To Allah has all the praise. And glory to Allah, eventually in the morning. Ma'ashar al-Muslimin, all congregated Muslims. Today is a day of celebration, a day of delight and obedience. Allah subhanahu wa ta'ala, the Eid al-Adha, the Eid al-Sacrifice, which is one of the greatest days in the Prophet subhanahu wa ta'ala, about which our Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the greatest day in Allah's sight is the day of sacrifice. When Muslims have come from around the world to the house of Allah in humility and submission, and this joy is not only to them, but all over the world.
give the sacrifice itself. Allah subhanahu wa ta'ala said, لَنْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومَهُ وَلَا دِمَاءَهُ وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْهُ. Their meat will not reach Allah, nor will their blood reach Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala has qualified the sacrifice as an act of demonstrating taqwa, piety, or insight, consciousness. The essential element here is that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded to give something up. To give something up, an animal that he owns or an animal that he buys with his own halal money. For no reason other than Allah subhanahu wa ta'ala. Some of us will say, how does sacrificing an animal be connected? How can sacrificing an animal be connected to taqwa? This wisdom or lesson is in the story of Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. Because the sacrifice that we do is really a commemoration of the one who was commanded to do. Concerning Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Hajj, in Surah Al-Safat 106, indeed, this was a clear trial. So the trial that was placed on Nabi Allah Ibrahim alayhi salam is very clear. So brothers and sisters, in the story of Ibrahim, there is much that we can get. There is much that we can benefit. So read, and may Allah benefit you from it. Prophet Ibrahim alayhi salam, after his people tried to burn him alive, cried. Allah said to him, Ibrahim alayhi salam asked Allah subhanahu wa ta'ala for a righteous offspring, and Allah subhanahu wa ta'ala gives him Ismail, he is a perfect, very beautiful, very boy. And we all know that after Ismail was born, Allah subhanahu wa ta'ala ordered Ibrahim to leave his mother, the baby and his mother in the middle of the desert, all alone. And Ibrahim alayhi salam would travel back occasionally to visit the family. And after some time has passed, and Ismail has now grown from infancy to a young man, Ibrahim alayhi salam sees a dream. Ibrahim alayhi salam sees a dream. For Allah subhanahu wa ta'ala said, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. And when he reached within him the age of accession, he said, Oh my son, I have seen a dream that I must sanctify you. So, what do you think? Ismail alayhi salam replies, Oh my father, do as you are commanded. You will find me if Allah wills of the steadfast patient. So the purpose of the trial is no other than to test how attached your heart is to Allah subhanahu wa ta'ala. And there are many ways that we can be tested. But this test is from the things that we learn. Whether it be your parents, children, partner, wealth, job, health, fear or anger, and so on, it can be anything. So brothers and sisters, do not let the love of the created thing take over the love of the creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Astaghfirullah aliyya wa lakum, fastaghfiruhu fainahu wa rahmatullahi wa rahmatullahi. Thank you.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وصلى الله على سيدنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, dear brothers and sisters, this was to Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, the close friend of Allah subhanahu wa ta'ala. The close friend of Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers and sisters, think for a moment. Think for a moment, what if this test was placed upon us? Surely many of us will have objection and options. Surely many of us will have objection and have option reasons for not to do it because you love him. But Ibrahim alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, he did it. He did it. Why did he do it? Because this tells us how much Ibrahim alayhi salam, how much Ibrahim alayhi salam, he had love for Allah subhanahu wa ta'ala and not for the Creator. Although he loved Ismail alayhi salam, but he loved Allah subhanahu wa ta'ala more than Ismail, and he was ready to sacrifice his own son for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers and sisters, let's enjoy the Eid and be thankful to Allah for him making it easier for us. And praise Allah subhanahu wa ta'ala as much as you can. And let your praising of Allah subhanahu wa ta'ala be more than other days. And sacrifice of an animal that you can afford. It is also imperative for the owner of the sacrifice to attend the slaughter and recite takbir. This is one of the dearest acts to Allah subhanahu wa ta'ala. On this day, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, a human does no action from the action on the day of Nahr more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than spirit life. On the day of judgment, this animal will come, will appear to Allah subhanahu wa ta'ala. It will appear with its horn, with hair, and hoof, and indeed the blood will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala from wherever it is received before it even falls on the ground. So let your heart delight in it. Allah subhanahu wa ta'ala says, Qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan walam yakun lahu shariikun fil mulk ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. And say praise to Allah subhanahu wa ta'ala who has not taken a son and has no partner, and in his dominion has no need. In his dominion has no need of a protector out of witness, and glorify him with great glorification. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahumma ighfir al-mu'minina wal-mu'minat, wal-muslimina wal-muslimat, wal-ahya minhum wal-amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ajma'in. Allahumma ihfaz banat al-muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur banat al-muslimin fi kulli makan. اللهم أستر بنات المسلمين في كل مكان. اللهم ثبت قلوبهم وقلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبهم وقلوبنا على دينك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على
زدنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكما وصبرا وموعظة حسنة وأسوة حسنة. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من هذا اليوم وما بعدها من الفائزين. اللهم اجعلنا من هذا اليوم وما بعدها من الفائزين. اللهم اجعلنا من هذا اليوم وما بعدها من الفائزين. اللهم اجعلنا حسن خاتما عند الموت. اللهم اجعلنا حسن خاتما عند الموت. اللهم اجعلنا آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم وتقبل الله منا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا بلد أحمد إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر قال ابن رجب وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر قال ابن رجب وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. لا إله إلا
وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه. أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر ولله.